بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، سمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء. المطلع هو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وقد انتهينا من تفسيرها، وبقيت تتمة وهي صفة الغسل، إذ الله قال: حتى تغتسلوا. صفة صلى الله عليه وسلم فهو أتم حديث في هذا الباب، أتم حديث وأكمله في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. وحاصل ما فيه بضمائم أخر أن الشخص يبدأ بالميامن ومواطن الوضوء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللواتي يغسلن ابنته غسل ما بعد الوفاة: ابدأن بميامنها ومواطن الوضوء منها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في تنعله وترجله وطهوره. أما صفة الغسل من الجنابة باختصار، يبدأ الشخص فيغسل فرجه غسلا جيدا، وبعد أن يغسل فرجه غسلا جيدا وأثناء الغسل يستحب ألا يغسله باليمين بل يغسله بشماله غسلا جيدا، وبعد أن يغسله غسلا جيدا يغسل يديه غسلا جيدا، وبعد أن يغسل يديه غسلا جيدا إن أمكن إزالة الوسخ بأي سبيل، فالنبي كان يدلك يديه بالحائط حتى يزال أثر الأذى. يغسل يديه غسلا جيدا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بادئا باليمين، وبعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجليه يأخذ ثلاث حافنات فيدلك بها رأسه تدليكا شديدا حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم سائر الجسد، ثم يتنحى فيغسل رجليه. فهذه الصفة صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة. وكل هذا المذكور على الاستحباب ليس على الإيجاب، أي أن فاعله يثاب وتاركه، أعني تارك هذه الصفة لا يعاقب، فإنه إذا أفرغ الماء على الجسم كله أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح أنه صلى مع أصحابه ثم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال: ما لي أراك معتزلا؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو فيه ماء، قال: خذه فأفرغه على نفسك. فقوله أفرغه على نفسك ولم يذكر هذه الصفة دال على جواز غمر الشخص كل الجسم بالماء، وهذا مجزئ. فلو ألقى شخص بنفسه في البحر أو في النهر ناويا رفع الحدث ارتفع هذا الحدث. وكذلك لو دخل تحت الدش وغمر جسمه بالماء دون ما ترتيب أجزأه ذلك لحديث خذه فأفرغه على نفسك. هذا ولا يلزم المرأة أو لا تلزم المرأة بأن تنقض ضفائرها عند الغسل من الجنابة. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت:
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني امرأة أشد ضفر رأسي، ضفائري يعني، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تأخذي 3 حثيات على رأسك. وعائشة أيضا بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يأمر نساءه أن ينقضن الضفائر عند الاغتسال من الجنابة، فقالت منكرة مشددة في النكير: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، ألا أمرتهن بحلق شعورهن؟ لقد كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ولا أزيد على أن أحثي فوق رأسي 3 حثيات. والمرأة المغتسلة من المحيض، قال عدد من أهل العلم، لا تنقض الضفائر لغسلها من المحيض. أما الزيادة التي وردت في بعض الأحاديث: أفأنقضه لغسل الحيضة والجنابة؟ فزيادة الحيضة شاذة في المتن لا تثبت، وأكثر الرواة على لفظة أفأنقضها لغسل الجنابة، وذكر الحيض وهم. وبالله التوفيق. يستحب للمرأة المغتسلة من المحيض فضلا عما ذكر أن تأخذ فرصة ممسكة، قطعة قطن عليها مسك، تتتبع بها أثر الدم، تتبع بها أثر الدم لمحو رائحته الكريهة. هذا باختصار وصف غسل النبي من الجنابة مع الإضافات إليه. وإن كان لأحد أي سؤال متعلق بالغسل على الإجمال فيؤهل نفسه لطرحه بعد الانتهاء من الآيات إن شاء الله. هذا وقد قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. قيل ألم تر هنا بمعنى ألم تعلم، قد تأتي كلمة ألم تر بمعنى ألم تعلم، كما في قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد والنبي لم ير عادا. ألم تر كيف، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. معنى العلم والرؤية، لأن النبي رأى هؤلاء أيضا، رأى هؤلاء. فكلمة ألم تر على حسب السياق التي وردت فيه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهم اليهود أوتوا نصيبا من الكتاب وهو التوراة، أوتوا التوراة، يشترون الضلالة، فالاستفهام للتوبيخ هنا لتوبيخهم، يشترون الضلالة، فمعهم الهدى يبيعونه ويأخذون مقابله الضلالة، فعندهم التوراة فيها هدى ونور، وفيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه ووصف ما جاء به، فهو هدى معهم، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فمعهم هدى، يكذبون بالهدى الذي معهم ويرمونه ويشترون الكفر، يكفرون. فهؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، يشترون الضلالة، هل هنا مقدر أو على بابه؟ أي يشترون الضلالة بالهدى، أو يشترون الضلالة على بابها وتكفي، ويريدون أن تضلوا السبيل بكل. قال بعض أهل العلم: يشترون الضلالة، يستبدلون الضلالة مكان الهداية، يبذلون الهداية ثمنا للضلالة التي يشترونها. وهذا التغابن يوم القيامة، هذا التغابن يغبن أهل الإيمان أهل الكفر، فأهل الإيمان يأخذوا مقاعد أهل الكفر التي كانت لهم في الجنة، وأهل الكفر يأخذون مقاعد أهل الإيمان التي كانت لهم في النار. فما من شخص إلا له مكانان في الجنة ومكانان في النار، إلا له مكان في الجنة ومكان في النار. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار ورثا
أهل الجنة مقاعد الكفار التي كانت لهم لو أسلموا، ورث أهل النار مقاعدهم في النار. وهذا من أقوى الأقوال في تفسير قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. أفادت الآية أن أهل الكفر يريدون إضلالنا، أهل الكفر يريدون إضلالنا وصرفنا عن ديننا بشتى الطرق، يريدون إضلالنا ويخططون لذلك. فالآية للتحذير منهم ومن مسالكهم، فيصرفون عن الكتاب العزيز والسنة المباركة بكل السبل التي يستطيعونها، وخططوا لذلك ومكروا ودبروا. ومن توابع ذلك ما نراه في هذه الأزمان من صرف المؤمنين عن دينهم بإلقاء الشبهات أحيانا، وبإثارة الشهوات أحيانا، وبشغلهم بغير النافع أحيانا، وبشغلهم بالكرة التي أضلت جبلا كثيرا من الناس. فنقول إن هذه الكرة أضلت جبلا كثيرا من الخلق، وهي من تخطيطات أهل الكفر كموسيليني وغيره الذين صرفوا الناس عن دينهم بسببها، وأصبح الحب والبغض والولاء في الكرة بدلا من أن يكون الحب في الله والبغض في الله، أصبح الحب في الكرة والبغض في الكرة، وأصبح متابع المباريات يؤثرونها على إقامة الصلوات في جماعات، ويؤثرونها على قيام الليل. وبدلا من يتحزب الناس لدينهم ولاتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم، أصبحنا نرى ولاء وبراء في الأندية عياذا بالله من هذا الضلال وهذا الزيغ. فقطعان ضل من البشر، أقول قطعان ضل من البشر، يتابعون المباريات ويصيحون صياح المجانين والمخابيل إذا تم هدف، أو أحدهم يجلس حزينا كئيبا لكون فريق ما من الفرق قد هزم عياذا بالله من هذا الزيغ ومن هذا الضلال. ووسائل أعلام ورؤساء دول كبرى وصغرى تزكي هذا الضلال وتشعله عياذا بالله من هذا الزيغ ومن هذا الضلال، مما أسموه مباريات كأس العالم، مباريات كذا وكذا، كل هذا زيغ وضلال أيها الإخوة. وأنتم ترون ولستم في حاجة إلى من ينقل لكم، فالمرض استشرى في الناس، حتى البنات الفضليات المحجبات المنقبات أصبحن يتابعن الكرة ليل نهار، ويحزننا ويفرحنا إذا انتصر فريق أو هزم فريق عياذا بالله من ذلك. نبرأ إليك يا ربي من كل هذا، نحب يا ربي كتابك وسنة نبيك، ونحب ذكرك ونحب شكرك، ولا نرضى بهذا العبث الذي أضل جبلا كثيرا من الناس. أعود قائلا إن أهل الكفر يحبون لنا الضلال والزيغ. قال تعالى: ويريدون أن تضلوا السبيل. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا ميلا عظيما. فنصيحتي لنفسي ولإخواني ألا نتابع هذه المباريات أبدا، فإنك إذا استسهلت الأمر أولا بعد ذلك قد يتمكن من قلبك فتصبح عبدا لهذه اللعبة، تصبح عبدا لهذه اللعبة، وتحزن وتفرح في غير الله وفي غير ذات الله سبحانه. والله يقول في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأفيق أيها الناس، أكرر: الكرة أضل جبلا كثيرا من الناس،
صرفتهم عن دينهم وعن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم، وأورثت الولاء والبراء والحب والبغض فيها، بدلا من أن يكون الحب في الله تحول الحب والبغض إلى الكرة وإلى ملاعب الكرة وإلى اللاعبين حتى الكفر منهم. قال تعالى: ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم. هو أعلم بكم، أنتم أحيانا لا تعلمون أعدائكم، مهما كنت أنت أحيانا لا تعلم من عدوك، فإن شخصا ما قد يظهر لك المودة والمحبة ويكن لك كل الكراهية وكل البغضاء، والعليم هو الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. وقال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ولذلك فإن الفتن تأتي أحيانا ومن مقاصدها بيان العدو من الحبيب، بيان المحب المشفق من المبغض الشانئ والعياذ بالله. وقد قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أحيانا تحمد ربنا على الفتنة التي بينت لك الأعداء من الأحباب، بينت لك من يحسدونك ويتمنون موتك اليوم قبل غد من المشفقين عليك المحبين لك. هذا من شأن الفتن، تبين العدو من الحبيب. الله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا، أي تولوا ربكم فكفى به وليا، ناصرا حافظا ومدبرا لأموركم، متوليا لأموركم، وكفى بالله نصيرا، فالنصر من عنده سبحانه وتعالى، هو يتولى الصالحين. إن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، قال بعض العلماء وقولهم سديد أيضا: من الذين هادوا، من هنا للتبعيض، فليس كل الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، بل منهم فريق كما قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. من الذين هادوا هم اليهود، الذين هادوا هم اليهود، يحرفون أي فريق يحرفون الكلمة، الكلام المراد بالكلام كلام التوراة، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، يقولون سمعنا وعصينا بكل تبجح، يقولون سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك، واسمع غير مسمع، أيوة يقولون واسمع غير مسمع، لها معان، أحدها واسمع لا سمعك الله، أو واسمع غير مسمع لن نستمع لكلامك، وراعنا ليا بألسنتهم، راعنا انظر إلينا، لكنهم يلوون ألسنتهم بكلمة راعنا، فيخرجونها يرعا، وهي مراد يا قاتلهم الله، يريدون يا أحمق يا جاهل يا أرعن، شخص الأرعن الأحمق الجاهل الذي لا يحسن التصرف، فكأنهم يقولون راعنا وهم يقولون يرعن 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 ليا بألسنتهم، يلوون ألسنتهم بالكلمة، يوهمون كأنهم يقولون راعنا وهم يقولون يا أرعن يا جاهل يا أحمق. ولذلك فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا مقولة اليهود، وقولوا انظرنا. من كان كلمة راعنا تجوز في الأصل من لغة العرب، لكنهم لا يقولون راعنا، إنما يقولون
يا أرعى يا أحمق يا جاهل، ويقولون راعنا محرفين لسانهم بها كما قال تعالى ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فما وجه الطعن في الدين بقولهم راعنا؟ يقولونها نحن نشتمه ونسبه، فلو كان رسولا لانتقم الله منا بسبب طعننا فيه. فهذا وجه الطعن في الدين، يقولون لبعضهم تعالى نقول له يا رعن، ومع ذلك لن ينتقم منا، فلو كان نبيا لانتصر الله لنا انتصر الله له منا. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، بدلا من سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وأطعنا واسمع، أي كلامك مسموع وممتثل، واسمع وانظرنا بدلا من راعنا، لكان خيرا لهم وأقوى. وهذا من أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء، فليس في قولهم الأول خير، فأفعل التفضيل هنا لكان خيرا لهم وأقوم، كما قال تعالى في أبواب أفعل التفضيل التي ليس في المقابل منها شيء، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا أحسن مقيلا. هو أهل النار ليسوا في حسن مقيل حتى يقال أهل الجنة أحسن، ولكنهم من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. ونحوه في السنة قول الصحابيات لعمر لما قال يا عدوات أنفسهن أتهابنني ولا تهابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في الرسول فظاظة ولا غلظة، ولكنها من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. قال تعالى لكان خيرا لهم وأقوم وأسد، ولكن لعنهم الله بكفرهم، أي بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا. فيها وجهان، أحدهما لا يؤمن إلا بشيء قليل. الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأعود قائلا إن قول الله تبارك وتعالى ولكن لعنهم الله بكفرهم، اللعن هو الطرد من رحمة الله، سببه هنا كفرهم. قوله تعالى فلا يؤمنون إلا قليلا احتملت وجهين من أوجه التأويل، وعلى غرارها قليلا ما يشكرون، قليلا ما تشكرون، قليلا ما تؤمنون، إلى غير ذلك. الوجه الأول من أوجه التأويل فلا يؤمنون إلا قليلا، أي فلا يؤمن منهم إلا عدد قليل. والشيء الثاني لا يؤمنون إلا بشيء قليل ويكذبون الأغلب، والمعنيان صحيحان. فلا يؤمنون إلا قليلا، لا يؤمن منهم إلا عدد قليل. والثاني إن آمنوا لا يؤمنون إلا بشيء قليل، كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذان الوجهان قائمان. نعود إلى قول الله تعالى إن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، وفي الآية الأخرى من بعد مواضعه. ما صورة التحريف الذي صدر من أهل الكتاب؟ هل هو إبدال كلمة بكلمة مكانها، أو أنهم يبقون الكلمة عن على بابها ولكن يلبسونها لباسا آخر في المعنى؟ كل هذا سلكه اليهود، ومن وجوه المشابهة بين الشيعة أحيانا وبين اليهود هذا الكلام في جانب منه. فبعض الشيعة، لا أقول كل الشيعة، يقولون مرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة البحران، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، حسن وحسين. وبعضهم يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون الجبت أبو بكر والطاغوت عمر، وما زالوا يدعون بذلك صباح مساء في البراءة التي يعلنونها دائما. قل اللهم لعن جبتي قريش وطاغوتيهما وابنتيهما، ويقصدون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. فيبقون الكلمة على بابها ولكن يلبسونها لباسا آخر. يصل الأمر إلى أن يقولوا مثلا إن الله أمركم أن تذبحوا بقر، البقر عائشة. وهذا من يعني من الضلال والزيغ الذي لا يتصور. وآخرون يقولون وجعلنا لهم لسان صدق عليا، هو علي بن أبي طالب. فيبقون الكلمة ولكن يلبسونها لباسا آخر، عياذا بالله من هذا الزيغ ومن هذا الضلال. والأشعار سلكوا شيئا من هذا السبيل الضل، مع الفارق بينهم وبين أولئك. يقولون الكلمة ولكن ينفون معناها الذي وضعت له. أعود قائلا إن الله قال في كتابه الكريم يحرفون الكلم عن مواضعه. حتى يتضح القول نسوق بعض الآيات التي وردت في هذا الباب وبعض الأحاديث لتفسير قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. في آية الرجم وضعوا أيديهم على آية الرجم وتلوا التحميم الذي اختلقوه، لأن كشفهم عبد الله بن سلام وكان منهم ارفع يدك عن آية الرجم، لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام ما تجدون الزاني في كتابكم، ما تجدون عقاب الزاني في كتابكم، قالوا يا أبا القاسم نجد التحميم، عقوبة الزاني المحصن التحميم. كيف التحميم؟ قالوا يركب حاصل كلامهم أنهم يركبون الرجل مع المرأة الزاني والزانية على دابة، حمار أو ناقة أو أي شيء، ظهرا لظهر، وتطلى الوجوه بالسواد ويطاف بهما في المدينة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام
أناشدكم بالذي أنزل التوراة وفلق البحر لموسى أتجدون التحميم في كتابكم عقابا للزاني أو للزانية والزاني؟ قالوا أما وقد ناشدتنا يا أبا القاسم فلا نجد ذلك، نجد الرجم. فلما فعلتم ذلك؟ قالوا كان الشريف منا حاصل كلامهم إذا زنى تركناه وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد، كما في الشأن في السرقة، إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فقلنا نصطلح على شيء عام بين الضعفاء والأغنياء، فاختلقوا آية التحميم، اختلقوا التحميم ووضعوها مكان الرجم. فهذا من شيء من السنة في بيان ذلك. وقد قال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. حين كان يكتب بأيديهم، يكتب الحكم بأيديهم ثم يتلونه على أنه توراة، ويهز رأسه ويحركها، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فكان منهم من يثبت الكلمة ولكن يلبسها معنى آخر، وكان منهم من يمحو الكلمة ويأتي بكلمة أخرى، كما قال تعالى في كتابه الكريم: يحرفون الكلمة عن مواضعه، أو كما قال سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. الآيات أحيانا يلون لسانهم بالكلمة، كما سمعتم في قولهم راعنا، وكما في قولهم السلام عليك يا محمد، يهمون أنهم يقولون السلام عليك يا محمد، وهم يقولون السلام يعنون اللعنة والموت، كما قالت عائشة لهم: عليكم السلام واللعنة. قال النبي: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت: ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال: قد قلت عليكم يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وحانا يعاندون عنادا واضحا، كما قال تعالى: ادخلوا الباب سجدا. فدخلوا وقولوا حطة، قولوا يعني حط عنا خطايانا. فدخلوا يزحفون على أستهيهم عنادا وكبرا ويقولون حنطة، أو بعضهم يقول على الأصح في الرواية: حبة في شعرة، حبة في شعرة، زاحفين على الأستهى عنادا وكفرا وتكذيبا وعدم امتثال لأمر الله. فقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما بإبقاء الكلمة وتغيير معناها، وإما بتغيير الكلمة وإبدالها بكلمة أخرى، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، تحذير لهم يا هؤلاء، يا يهود، يا نصارى، يا أيها الذين أوتوا الكتاب. والأغلب هنا عند أقوال المفسرين الذين أوتوا الكتاب هنا اليهود على وجه الخصوص هنا في هذا المقام. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، موافقا لما معكم. فمصدقا لها معنيان: الأول أن القرآن موافق لما في التوراة، ليس بمخالف لها. ثانيا يعني كل العقائد متحدة في كل الكتب التي نزلت من عند الله. العقائد: الله إله واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة، لم يتخذ ولدا، أعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت، كنا أصول ثوابت في كل الكتب المنزلة من عند الله سبحانه. الشرائع متنوعة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكلمة مصدقا لما معكم احتملت معنيين: الأول موافقا لما معكم، الثاني أن مجيء القرآن تصديق للتوراة،
فأنت إذا قلت على سبيل المثال زيد سيقدم بعد ساعة، قدم زيد فيكون قدومه مصدقا لك، لكن إذا لم يأتي زيد فأنت كذاب. فالتوراة أخبرت بأن النبي سيخرج وله أصحاب ووصفوا في التوراة تمام الوصف، فإذا خرج الرسول وبعث وأصحابه بنفس الوصف كان ذلك تصديقا للتوراة، وإلا كانت كاذبة. فهذا وجه التصديق الثاني، والله أعلم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من التوراة من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. ينقل أن بعض اليهود لما قرأ لا أصابه الذعر والخوف وبادر بالإسلام من التابعين، وهذا ينقل شيء منه عن كعب الأحبار، فالله أعلم بصحته. ما معنى نطمس وجوها فنردها على أدبارها؟ قال بعض العلماء نطمس نمحو المعالم، يعني يمحى معلم الوجه تماما ونعوذ بالله من ذلك، فلا أنف ولا عين ولا حاجب ولا فم، بحيث يصبح قلقفة. طمست الشيء، محوت معالمه. فهذا الوجه الأول في قوله تعالى نطمس وجوها فنردها على أدبارها، نجعل وجوههم كأقفائهم، الوجه كالقفة. والوجه الثاني في التأويل نطمس وجوها فنردها على عقبها، نجعل العينين في القفة، يكون الوجه مطموس والعينان في القفة. الوجه الثالث نعميها عن الحق فلا تفهم، تفهم الباطل حقا والحق باطلا. وهذا شأن كثيرين من الناس أيضا في هذه الأزمان، وإن كان الوجه الثالث أضعف من الوجهين الأولين، لكن على أي حال نطمس وجوها فنردها على أدبارها تحتمله ولو من بعد، فيصبح يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، يرى طالوت جالوتا جالوتا ويرى جالوت أنه طالوت، فيخطئ الصحيح ويصحح الخطأ، يصدق الباطل ويكذب الحق. فهذا الوجه الثالث وهذا مضمونه، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نردهم من الكفر. والوجه الرابع وهذا مؤدى من الوجه الثالث أيضا، أو نلعنهم نطردهم من رحمتنا كما لعن أصحاب السبت. من أصحاب السبت؟ القرآن يفسر بالقرآن، فأصحاب السبت هنا على الإجمال هم الذين اعتدوا يوم السبت. فلا يخفى عليكم أن اليهود حرم عليهم العمل يوم السبت. ماذا يقول؟ حرم عليهم العمل يوم السبت، هو أوسع من الصيد يعني. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، فحرم عليهم ذلك، فهم يؤجزون يوم السبت هذه الأيام. وللأسف المسلمون المخذولون تبعوهم في هذا الباب، تركوا يوم الجمعة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أضل الله. طبعا احنا عندنا في الإسلام يجوز العمل يوم الجمعة، لكن إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقبل اعمل يوم الجمعة، ولكن قبل إذا سمعت المؤذن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اترك. وبعد ذلك إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، عمل سواء قبل أو بعد، لكن ساعة الصلاة لابد أن تقف. لكن المسلمون جعلوا أجازتهم يوم السبت في كثير من البلاد. وقد يقول قائل نحن مستضعفون، فمادام أمرنا بيد بأيدينا نوافق شرعتنا. قال عليه الصلاة والسلام أضل الله عن الجمعة من كانوا قبلنا. فاليهود اختاروا يوم السبت، والنصارى اختاروا يوم الأحد، ونحن اخترنا يوم الجمعة، أو اختاره الله لنا الذي أضل عنه الأمم من قبلنا، فنحن السابقون
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. نحن الآخرون من الأمم، لكن يقضى لنا يوم القيامة أولا، لأن الموقف صعب يوم القيامة، الشمس تدنو من رؤوس الخلائق. قال تعالى: ونلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، منعوا العمل يوم السبت من الصيد ومن غيره. فماذا صنع اليهود؟ احتالوا كما في قول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ولا يوم لا يسبتون لا تأتيهم. القصة مبينة بيانا وافيا في سورة الأعراف. لما أتتهم الحيتان يوم السبت، طول الأسبوع لا تأتي الحيتان ولا تأتي الأسماك، ويطرحون الشباك وتخرج فارغة بعد جهد كل أيام الأسبوع. يأتي يوم السبت الذي حرم عليهم العمل فيه، ابتلاهم الله بتيسير أسباب المعصية، فتأتي الأسماك من كل صوب وحدب شارعة، كما قال الله تعالى: تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. من الذي يسوقها؟ الله. من الذي يصرفها؟ الله. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فماذا كان؟ قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين لما اعتدوا يوم السبت، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وكان أمر الله مفعولا متحققا وكائنا، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وكما قال سبحانه وتعالى: فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقد قال ربنا: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. فأمور الله لا بد وأن تنفذ في خلقه، لا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يمسكنا وإياكم بالعروة الوثقى حتى نلقاه. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.